السلام عليكم. اليوم نروح لولاية تحت سمسيرت لنقف على الأشغال نتاع طريق سريع مزدوج، إذا بين إذا بلدية العيون في ولاية تحت سمسيرت إلى حدود بلدية قصر البخاري ببلدية المدية على طول حوالي 73 كيلومتر. وهذا الطريق الجديد اللي سوف يربط المدينة سمسيرت والولاية تحت سمسيرت بطريق السيار شمال جنوب، إذن على مستوى إذن بلدية قصر البخاري على امتداد إذن 73 كيلومتر. وإحنا ماذا بينا يكون هذا الطريق عوض أن يكون طريق مزدوج، ماذا بينا يكون طريق سيار من نوع ثاني، يعني بزوج أروقة، لكن يجب التفكير في إضافة شريط التوقف الاضطراري وكل المستلزمات نتاع السلامة في هكذا مشاريع اللي يكون فيه طريق من يعني من نوع المصنف دي رود كلاسي. لازم تكون طريق مصنف من نوع ثاني. اذا نخليكم تتابعوا جانب من الاشغال نتاع هذا الطريق، واللي هذا الجانب يقع في ولاية تسمسيلت، اذا انطلاقا من بلدية العيون اذا الى باتجاه ولاية المدية. نترككم تتابعون، السلام عليكم.